بيدور عليها محمد حامد، يدخل عبده، عبده يحيى يستخلص، يمر يقترب عبده، عبده يدخل والعرقلة، وركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق غزل المحلة في الدقيقة 29 المزعجة أيضا يقع في المحظور. أدي محمد حامد، كرة حائرة ما بين حامد وعبده يحيى، استخلص عدى اقترب، خالد رضا يدخل يعمل التاكلينج، محاولة دم ولا محمود جاد يتألق ويتفوق، معاذ وفي الشباك، تاني أهداف المباراة لفريق غزل المحلة، زاحفة أرضية قوية على يمين محمود جاد ليصبح التقدم ومن جديد لفريق حصل على ركلة جزاء في مباراة الدور الأول، ترجمها أحمد غنيم وسجل هدف ثالث، الآن هو الهدف الثاني مع الدقيقة 33 ومن ركلة جزاء، حاول جاد، كرة راحت على يمينه، معاذ الحناوي